مبروك لنادي القادسية والسر ونادي العلا تأهلهم لدور نصف النهائي. الفائز من مباراة اليوم وانطلاقه من نواف بوبك الله 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 برافو عليك، وانطلاقه جميلة جدا من نواف العرياني اللاعب رقم 4. شوف وين جاء من الخلف، وبالتالي انطلاقه وتسديد أول أهداف المباراة من العرياني. سدد كرة زاحفة أرضية داخل أرضية الملعب، هوبا يا سلام عليك، هي 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 يا نواف، يا سلام عليك يا نواف، وشعلل المباراة من البداية نواف، شعللها نواف من البداية. أفضل لاعب في العالم، وأيضا حقق 33 بطولة مع ناديه، وتسديدة قوية، جول الهدف الثاني، الهدف الثاني لنادي النصر، الهدف الثاني وتسديدة وبأقدام صديقة، وبالتالي شوف التسديدة من اللاعب البرتغالي، تسديدة أرضية و اتغير اتجاهه، وبالتالي كانت كرة مخادعة لحارس المرمى لنادي الرياض، والهدف الثاني، ومبسوط لك حكم مباراة يأمر باستمرار اللعب. كانت محاولة من رودريجو وتسديد، الله كرة جميلة جدا، وبالشمال وفي سقف المرمى، يا سلام عليك يا سلام عليك باني فاريلا، احنا قلنا افضل لاعب وهو قال لك شوف وين لعبها في سقف المرمى، لا حول ولا قوة لحارس مرمى نادي الرياض، وتفرج عليها مثلنا نادي الرياض اليوم. هذه تسديدة للهدف الثالث، وتسديدة كانت من باني رودريجو سانتوس، وأول أهداف نادي الرياض تسديدة، الله. مقابلة نادي العلا يوم الخميس إن شاء الله في عين نادي السر ونادي القادسية، والهدف التعادل. الهدف الرابع ألغي للنصر أيضا على اعتبار أن هناك تدخل كان، وبالتالي والهدف الله، المغربي يسجل الهدف الرابع، يا سلام عليك، كرة حلوة جميلة جدا، شوف خطفها إيهاب ومررها، كرة جميلة جدا، برافو عليك يا إيهاب، شوف التمريرة، يا سلام عليك يا إيهاب، كرة القدم بالرأس وليست بالكراس، وداخل أرضية الملعب يسجل الهدف المغربي. عبد الله مغربي يسجل الهدف الرابع النصراوي، ذكرنا انه تم الغاء الهدف، وهذا هدف الله، هدف كربوني 5، يا سلام، لاعبي نادي الرياض غير مركزين بداية احداث الشوط الثاني، والهدف الخامس هدف كربوني لنفس الهدف، شوف التمريرة جميلة جدا وملعوبة من اللاعب إيهاب محمد صاحب التمريرة السابقة، يسجل الهدف الخامس، ويا سلام عليك يا الآن عوض النصر هدفين في تقريبا دقيقة، وهذا الهدف الرابع. إيهاب محمد ملعوبة وتسديدة، جول إيهاب، يسجل الهدف السادس، يا سلام عليك يا إيهاب، الهدف السادس، هدفين لإيهاب، الخامس والسادس، سجل الهدف السادس للنصر، شوف التمريرة الجميلة والمتابعة الحلوة وعدم تركيز أيضا من دفاع نادي الرياض، استفاد من اللاعب إيهاب، والهدف الجميل، برافو عليك يا إيهاب محمد. شوف حارس المرمى، غيروا حارس المرمى لاستفادة من تقدم لاعبين، الله لمحاولة ديمورا تلعب الكرة لكن تتخلص من إيهاب، اللاعب النصر في الدفاع، ممكن هدف، الله
ولاعب رايق هوبا الباب خالي على اعتبار ان مدرب نادي الرياض قدم لاعب للامام وسجل الهدف السابع. شوف تتخلص الكرة، كرة ذكية لعبها، المرمى فاضي تماما، والهدف السابع لمصلحة النادي النصر، وبالتالي هذا الهدف ربما يقضي على أمال نادي